التحفيز على فعل الخير، الخير لفظ مطلق وعام، فكل ما يدخل في العمل الصالح وفي المعروف وفي الأعمال الطيبة كل ذلك فعل الخير. النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وأسوتنا في ذلك كان لا يتوالى ولا يفطر، وهو يدعو أمته ويحفز أمته على فعل الخير في كل الميادين، ميادين الطاعة والعبادة. في باب الصلاة يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لماذا قال وجعلت قرة عيني في الصلاة؟ هي عبادة قادرة تكون تنفعهم في نفسه، ولكن حتى يحفز أمته، يلا صلوا، فإن الصلاة قرة العين، وجعلت قرة عيني في الصلاة. مرة ينادي من بعيد: أرحنا بها يا بلال. وهذا حتى يرغب هذه الأمة في العناية بأمر الصلاة: أرحنا بها يا بلال. مرات تجد السلف يوصون بعضهم بعضا، يقولون: تعالوا نؤمن ساعة، تعالوا نجتمع، نشجع ونحفز بعضنا بعض على فعل الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في أفعال الخير كثيرا، خاصة في باب الصلاة وفي أمر الصلاة. يقول في حديث آخر: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. كل هذا ماذا؟ كل هذا تحفيز على أن لا يتركوا هذه المساجد خاوية فارغة، أن يعمروها بالصلاة وبالطاعات. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولو يعلم الناس ما في التهجير لاستبق إليه، أي صلاة الهاجرة، صلاة الظهر في أوقات الحر في أوقات الشدة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذه العبارات كلها لماذا؟ حتى يحفز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة على أن يلتزموا بهذا الأمر، أمر الصلاة مثلا. في باب الصدقات كذلك كان يحفزهم عليه الصلاة والسلام، لأن النفس تضعف، النفس تفطر. ولا خير في أخوة لا نتواصى فيها بالخير ولا نحفز بعضنا فيها بعض على الخير، لأن هذا النفس يحاربها الشيطان، يحاربها الفتور والضعف وإلى غير ذلك مما يفترها ويضعفها. لكن لما تجد أخ لك في الله وزميل لك وأخ لك يحفزك ويشجعك ويذكرك على فعل الخير، عندها تقوى.